طيب الدور اللي بعده حنرتفع ثلاثة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة، وحنقلب الشغل. حنعمل حشو في أول غرزة، بعد كده حنرتفع خمسة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وحنعمل في أول فتحة هذه حنعمل فيها حشو. بعد كده حنرتفع خمسة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وحنعمل في الغرزة الثانية حشو. هذه الأولى، وحنعمل في الثانية حشو اللي هي الغرزة الوسطانية في المجموعة هذه. بعد كده حنتخطى غرزة اللي هي هذه، ونروح للغرزة الوسط هذه، ونعمل فيها ثلاثة عواميد لفة، واحد اثنين ثلاثة. بعد كده حنعمل حشو في مو في الغرزة الأولى هذه، اللي بعدها الثانية. بعد كده حنرتفع خمسة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، حنعمل حشو في الغرزة في الفتحة هذه. حنرتفع خمسة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، حنتخطى هذه الغرزة، حنتخطى هذه الغرزة الأولى، حنتخطى هذه الثانية، حنعمل في الغرزة الوسطانية حشو. شايفين هذه الثلاثة مجاميع، هذه المجموعة حنعمل في الغرزة الوسطانية. يعني أنا تخطيت هذه الغرزة وتخطيت هذه الغرزة وسويت في هذه الغرزة حشو. بعد كده حنجي الغرزة هذه الوسط اللي هي بين هذه المجموعة وبين هذه المجموعة، حنعمل فيها ثلاثة عواميد لفة. يعني تخطينا هذه الغرزة نروح للغرزة اللي بعدها، حنعمل فيها ثلاثة عواميد لفة. بعد كده حنتخطى غرزة نروح للغرزة اللي بعدها ونعمل فيها حشو. بعدها حنرتفع خمسة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وحنعمل في الفتحة هذه حشو. وحنرتفع كمان خمسة سلاسل، وحنروح ونكرر نفس اللي عملناه. حنتخطى هذه الغرزة الأولى وهذه الغرزة الثانية، وحنعمل في الغرزة الثالثة حشو. بعد كده حنعمل في الغرزة الثانية، حنتخطى هذه الغرزة ونروح للغرزة اللي بعدها ونعمل فيها ثلاثة عواميد لفة، واحد اثنين ثلاثة. بعدها حنتخطى الغرزة وحنروح للغرزة الثانية ونعمل فيها حشو. حنرتفع خمسة سلاسل، وحنعمل في الفتحة حشو، ونرتفع خمسة سلاسل، وحنرجع ونعمل هنا في الغرزة الثانية، حنتخطى هذه واحد اثنين، وحنعمل في الغرزة الوسطانية هذه الثالثة حشو. بعد كده حنيجي للغرزة الوسطانية اللي بين المجموعتين، يعني حنتخطى الغرزة هذه ونروح للي بعدها ونعمل ثلاثة عواميد لفة، اثنين ثلاثة. طيب بعد كده حأتخطى غرزة وأروح للغرزة اللي هي الوسط في المجموعة هذه الثانية، هعمل فيها حشو. بعد كده ارتفع خمسة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، حأجري الفتحة هذه الوسطانية اللي في الوسط وحأعمل داخلها حشو.
عفوا هعمل داخلها عمود لفة، مو حشو، عمود لفة. هذه الفتحة الوسطانية بعد ما ارتفعت 5 سلاسل هعمل داخلها عمود لفة. بعد كده هارتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهأعمل في الغرزة الثانية حشو. بعد كده هأعمل هتخطى غرزة وأروح لغرزة الوسط اللي بين المجموعتين، هأروح للغرزة هذه الوسط وهأعمل 3 عواميد لفة، 1 2 3. بعدها هأتخطى غرزة وأروح للغرزة اللي بعدها وأعمل حشو. هأكرر نفس اللي كررته هنا في المجموعة هذه، هأرتفع دحين 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهأعمل في الفتحة اللي بعدها، في هذه الفتحة هأعمل حشو. بعد كده هأرتفع 5 سلاسل، هأروح الغرزة هتخطى الغرزة الأولى وأتخطى الغرزة الثانية، هأروح للغرزة الثالثة وأعمل فيها حشو اللي هي الغرزة الوسطانية في الثلاثة مجاميع هذه. بعد كده هأروح هأتخطى غرزة وأروح للغرزة اللي بعدها وأعمل فيها 3 عواميد لفة، 1 2 3. بعدها هأتخطى غرزة وأروح للغرزة اللي بعدها وأعمل حشو. هأرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، هأروح للفتحة وأعمل فيها حشو. ارتفع 5 سلاسل وهأكرر نفس الشيء، هأوصل للنهاية وأرجع أوريكم إيش هنعمل. طيب أنا هنا وصلت للنهاية، ارتفعت 5 سلاسل، طبعا بعد ما عملت الحشو ارتفعت 5 سلاسل، وحأجي دحين للفتحة الأخيرة هأعمل داخلها حشو، هأرتفع كمان 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وحأجي لآخر حاجة الغرزة الأخيرة وأعمل فيها حشو عمود لفة. حشو وعمود لفة. كده أنا أنهيت هذا الدور، حيكون عندي الدور بهذا الشكل. هتكون مجموعة بينهم فتحتين، مجموعة ثلاثة وبينهم فتحتين، مجموعة ثلاثة وبينهم فتحتين، مجموعة ثلاثة وبينهم فتحتين. شايفين النهاية فتحتين، مجموعة ثلاثة، ونفس الشيء الجهة الثانية، وفي الوسط حتكون فتحتين. طيب الدور اللي بعده حنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. هنقلب الشغل، هنعمل حشو في أول غرزة، هنعمل حشو في أول غرزة. بعد كده هنرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، هنعمل في أول فتحة حشو، هنرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، هنعمل في الفتحة اللي بعدها حشو، نرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هنيجي الآن لهذه المجموعة، هنعمل في الغرزة الوسطانية اللي هي يعني هذه، شوفوها هذه، شفتوا الثلاثة مجاميع العواميد، الغرزة الوسطانية يعني مو أول هذه، مو أول غرزة هذه الحشو، ولا اللي بعدها، اللي بعدها الغرزة الوسط. بعد كده هنرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، هنعمل في الفتحة اللي بعدها حشو،
ارتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. حنعمل في الفتحة اللي بعدها حشو، حنرتفع 5 سلاسل، 3 4 5. وحنعمل في الغرزة الوسطانية هذه حشو، يعني مو هذه الغرزة حقت الحشو ولا اللي بعدها العمود اللي بعدهم. حنستمر بهذه الطريقة 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل حشو. طيب الآن وصلنا إلينا الفتحتين اللي هي الوسطانية، هذه الفتحتين. إيش حنعمل دحين؟ هترتفعي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وحتعملي حشو في أول فتحة من الفتحتين الوسطانية. بعد كده هترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وحتعملي في نفس العمود هذا اللي في الوسط وفوق على طول حتعملي عمود لفة، سلسلتين عمود لفة، عمود لفة سلسلتين، وفي نفس كمان الغرزة حتعملي عمود لفة تانية. هيكون كده. طيب بعد كده حنرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. هتجي الفتحة هذه الثانية وحتعملي فيها حشو، هيصير عندي الشكل كده. بعدها حترتفعي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وحتعملي نفس اللي عملناه في الجهة هذه، هنعمل حشو في الغرزة هذه الوسطانية في هذه المجموعة الثلاثة، الغرزة الوسطانية، يعني حنسيب الحشو في الدور السابق وحنسيب العمود أول عمود وحنعمل في العمود الثاني. بعدها حنرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وحنعمل في الفتحة حشو. حنرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونروح للي بعدها ونعمل حشو، 1 2 3 4 5، نروح للغرزة الوسطانية ونعمل فيها حشو، وهكذا إلى ما نوصل للنهاية. طيب دحين وصلنا للنهاية، حارتفع، شايفين الفتحة الأخيرة، حارتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وحاعمل في الفتحة هذه الأخيرة حشو. حارتفع كمان 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، حاعمل في آخر غرزة حشو عمود لفة، هذا حشو كمان في نفس الغرزة عمود لفة. كده أنا غلقت هذا الدور. حيكون عندي عدد الفتحات في الدور غير هذه طبعاً الثلاثة اللي في الوسط، حتكون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. طيب الدور اللي بعده حنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. حنقلب الشغل، حنعمل غرزة حشو في أول غرزة اللي هي هذه، حنعمل حشو. بعد كده حنرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. بعدها حنعمل حشو في هذه الفتحة، بعد كده حنعمل في هذه الفتحة اللي بعدها 9 عواميد لفة، 1 2 3
أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. تسعة عواميد لفة. الفتحة اللي بعدها هنعمل فيها حشو. بعد كده هنرتفع خمسة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. هنروح للفتحة اللي بعدها ونعمل فيها حشو. بعد كده نروح للفتحة اللي بعدها ونعمل فيها تسعة عواميد لفة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. بعد كده الفتحة اللي بعدها هنعمل فيها حشو. بعدها هنرتفع خمسة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. نروح الفتحة اللي بعدها ونعمل فيها حشو. الفتحة اللي بعدها نعمل ثمانية عواميد، تسعة عواميد لفة. وحنكرر نفس الخطوات إلى ما نوصل للفتحة هذه اللي هي هذه اللي في الوسط الفتحات. هنوصل عندها وحارجع أوريكم إيش هنعمل فيها. طيب الآن وصلنا آخر حاجة قبل الثلاثة فتحات اللي هي الوسطانية. الفتحة هذه الأخيرة اللي قبلها اللي قبل الثلاثة انتهيت بحشو، ارتفعت خمسة سلاسل وسويت حشو في الفتحة. بعد كده هتيجي عندنا هذه الثلاثة فتحات. هأعمل في كل فتحة من هذه الفتحات سبعة عواميد لفة، يعني هنا هعمل سبعة وهنا سبعة وهنا سبعة، هنا هعمل سبعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. هعمل كمان هنا سبعة وهعمل هنا سبعة. طيب هنا هو شايفين كيف الشكل صار، عملت هنا سبعة وهنا سبعة وهنا سبعة. دحين حنستمر ونعمل نفس اللي عملناه هنا في الجهة هذه الأولى، حنعمله في الجهة الثانية. هذه الفتحة هعمل فيها حشو. بعد كده حارتفع خمسة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وحأعمل في الفتحة هذه اللي بعدها حشو. الفتحة هذه اللي بعدها حأعمل فيها تسعة عواميد لفة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. هأروح للفتحة اللي بعدها وأعمل فيها حشو، ارتفع خمسة سلاسل، ثلاثة أربعة خمسة. هأروح للفتحة اللي بعدها وأعمل حشو، الفتحة اللي بعدها هأعمل تسعة عواميد لفة، وهكذا حتستمر بهذه الطريقة لين نهاية الدور. طيب هنا دحين وصلنا لنهاية الدور، شايفين هنا الفتحة الأخيرة هذه، طبعا اللي قبلها عملنا فيها ثمانية تسعة عواميد لفة. الفتحة الأخيرة هذه حنعمل فيها حشو. بعد كده حنرتفع خمسة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وحنجي للغرزة الأخيرة حنعمل فيها حشو عمود لفة. حشو في نفس الغرزة كمان عمود لفة. كده احنا انهينا هذا الدور. هتتكون عندي طبعا غير هذه المجموعة الثلاثة، هذه المجموعة
حيكون عدد المجاميع 1 2 3 4، وبين كل مجموعة ومجموعة فتحة، حتكون هنا فتحة هنا فتحة هنا فتحة فتحة فتحة، 1 2 3 4 بين كل مجموعة والتانية حتكون فتحة غير هذه المجاميع الثلاثة. طيب الدور اللي بعده حنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، ونقلب الشغل. حنعمل في أول غرزة 3 عواميد لفة، هذا 1 2 3. بعد كده حنرتفع سلسلة وحنجري الفتحة هذه ونعمل داخلها حشو، وبعدها حنرتفع سلسلة ونجي لهذه المجموعة التسعة. في الدور السابق هذه المجموعة حنعمل في كل عمود عمود لفة أمامي، يعني حنعمل 9 عواميد لفة أمامية. الأمامي حناخد العمود بهذه الطريقة، نلف الخيط على الإبرة وناخد العمود ونعمل في نفس العمود عمود لفة، هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. عملت 9 عواميد لفة أمامية. بعدها حنرتفع سلسلة وحنروح للفتحة هذه ونعمل فيها حشو، وبعدها نرتفع سلسلة ونروح ونكرر في هذه التسعة مجاميع، هذه حنعمل في كل عمود عمود لفة أمامي. هذا أول عمود، ثاني عمود، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. كده 9 عواميد لفة أمامية. بعد كده نرتفع سلسلة ونروح للفتحة اللي بعدها ونعمل فيها حشو، ونرتفع سلسلة ونكرر، نكرر بهذه الطريقة. حعملها إلين ما أوصل لهذه المجاميع الثلاثة اللي في الوسط. طيب كده أنا وصلت عند الثلاثة مجاميع هذه الوسطانية اللي فوق. حأجي طبعا قبل لا أعمل فيها حأرتفع سلسلة وحأجي أعمل في كل غرزة عمود لفة أمامي، حتكون هنا 7 وهنا 7 وهنا 7، يعني مجموعها كلها 21 غرزة. حتعملي فوقهم كل عمود حتعملي فيه عمود لفة أمامي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11. أنا كده غلقت 21 غرزة اللي في الوسط هذه. دحين حترتفع السلسلة وحتكملي هنا نفس اللي عملناه في هذه الجهة، حتجي للفتحة هذه وتعملي فيها حشو، ترتفع السلسلة وتجي وتعملي في التسعة هذه عواميد، في كل عمود عمود لفة أمامي. بعدها ترتفع السلسلة وتسوي في الفتحة حشو، ترتفع السلسلة وتعملي فوق كل عمود هنا عمود لفة أمامي، وهكذا إلى ما توصل للنهاية.
طيب هنا احنا وصلنا للنهايه الفتحه الاخيره. طبعا ارتفعت سلسله، هاجي الفتحه الاخيره هاعمل فيها حشو. بعد كده هترتفع كمان سلسله وحتعملي في اخر غرزه اللي هي هذه الاخيره هنعمل فيها 4 عواميد لفه. 1 2 3 4 كده أنا غلقت هذا الدور. طبعا حاولي تشدي شغلك، أحيانا يكون الشغل كده مكموش شوية، فأنت لو مطيتيه كده وشدتيه هيعطيك الشكل. هيكون الشكل من الأمام زي كده، هذا الشكل من الأمام. طيب الدور اللي بعده هترتفع 3 سلاسل، 1 2 3، هنقلب الشغل هتعملي في أول غرزة حشو. بعدها هترتفعي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتعملي في الغرزة الثالثة حشو، يعني هتتخطي 1 و2 وغرزة 3 هتعملي فيها حشو. بعدين ترتفعي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتتخطي هذه الغرزة الحشو اللي في الدور السابق كانت حشو، هتتخطيها وهتروحي للغرزة اللي بعدها اللي هي أول غرزة في المجموعة 9 هذه اللي هي هذه، يعني تخطيت هذه الحشو اللي بين المجموعتين ورحت لأول غرزة في 9 عواميد هذه وهأعمل فيها حشو. بعدها هترتفعي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتتخطي 3 غرز والغرزة رقم 4 هتعملي فيها حشو. 1 2 3 وغرزة 4 هي اللي حامل فيها حشو. بعدها هترتفعي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتتخطي 3 غرز وغرزة 4 هتعملي فيها حشو. هتتخطي 1 2 3 وغرزة 4 هنعمل فيها حشو. هترتفعي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتجي وتكرري نفس اللي عملناه هنا، هنتخطى هذه الغرزة الحشو اللي بين المجموعتين وحنروح لأول غرزة من التسعة مجاميع هذه وحنعمل فيها حشو. بعدين نرتفع 5 سلاسل، 3 4 5، وحنتخطى 3 سلاسل من تحت ما نعمل فيها حاجة، والغرزة 4 هي اللي حنعمل فيها حشو. هنرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونتخطى 3 غرز وغرزة 4 هنعمل فيها حشو. هأرجع وأكرر، نرتفع 5 سلاسل وحنتخطى هذه الغرزة حق الحشو ونروح للأول غرزة في 9 مجاميع وحنعمل فيها حشو. هنرتفع 5 سلاسل وحنتخطى 3 غرز ونعمل في غرزة 4 حشو. نرتفع 5 سلاسل وحنتخطى 3 غرز وغرزة 4 حنعمل فيها حشو، وحنكمل بهذه الطريقة لين ما نوصل لهذه المجموعة 21 اللي في الوسط. طيب دحين جينا للمجموعة هذه 21 اللي في الوسط، هارتفع قبلها طبعا، هارتفع
خمسة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. حأجي أتخطى هذه الغرزة الحشو اللي بين المجموعتين، وحأروح لأول غرزة في المجموعة كاملة هذه، حأروح لأول غرزة وأعمل فيها حشو. بعدين أرتفع خمسة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وحأتخطى ثلاثة غرز وأروح للغرزة أربعة وأعمل فيها حشو. بعد كده حأرتفع خمسة سلاسل، ثلاثة أربعة خمسة، وحأتخطى ثلاثة غرز وأعمل في الغرزة رقم أربعة حشو. دحين حأرتفع ثمانية سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، سبعة ثمانية، وحأتخطى ثلاثة غرز وأعمل في غرزة أربعة حشو. واحد اثنين ثلاثة وغرزة أربعة أعمل فيها حشو. الآن حارتفع خمس سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وحأتخطى ثلاثة غرز وغرزة أربعة حأعمل فيها حشو. الحين حارتفع خمس سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وحأتخطى ثلاثة غرز وغرزة أربعة حأعمل فيها حشو. كده أنا غلقت المجموعة الواحد وعشرين. طيب دحين حنرجع ونكرر نفس اللي عملناه في الجهة الثانية. حترتفع خمس سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وحتيجي حنتخطى هذه الغرزة الحشو، وحنروح لأول غرزة في المجموعة هذه التسعة وحنعمل فيها حشو. حنرتفع خمسة سلاسل، حنتخطى ثلاثة غرز وغرزة أربعة حنعمل فيها حشو. حنرتفع خمسة سلاسل، حنتخطى ثلاثة غرز وغرزة أربعة حنعمل فيها حشو. حنكرر، نرتفع خمسة سلاسل والغرزة الأولى في المجموعة حنعمل فيها حشو، ارتفع خمسة سلاسل والغرزة الرابعة حنعمل فيها حشو، وهكذا إلى ما نوصل للنهاية. طيب دحين هنا وصلنا للنهاية. حارتفع خمسة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وحأجي وأعمل في الغرزة الأولى من المجموعة هذه النهاية الأخيرة، حأعمل في المجموعة الأولى يعني حأتخطى الحشو، حأروح للمجموعة الغرزة اللي بعدها وأعمل فيها حشو. بعد كده حأرتفع خمسة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وحأجي لآخر حاجة اللي هو العمود الأخير هذا حق السلاسل، الثلاثة سلاسل، وأعمل في نفس العمود حشو عمود لفة. هعمل حشو، هعمل عمود لفة. كده أنا غلقت هذا الدور. حيصير عندي عدد الفتحات طبعا غير فتحة الوسط هذه الثمانية، حيكون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحداعش اثناعش ثلاثعش أربعتعش خمستعش ستعشر فتحة، وهذه اللي في الوسط الثمانية. هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحداعش اثناعش ثلاثعش أربعتعش خمستعش ستعشر فتحة، حيكون عندي الشكل بهذا، حيكون هذا الشكل عندي. طيب الدور اللي بعده حنرتفع ثلاثة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة، حنقلب الشغل. حنعمل حشو في أول غرزة اللي هي هذه، بعد كده حنرتفع خمسة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، حنعمل في هذه الفتحة حشو. حنرتفع خمسة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، حنعمل في الفتحة اللي بعدها حشو.
نرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هنعمل في الفتحة اللي بعدها حشو. نرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. نروح للفتحة اللي بعدها ونعمل حشو. هنستمر بهذه الطريقة، 5 سلاسل وفي الفتحة تعملي حشو. هعمل الدور إلين ما أوصل للوسط وحرجع أوريكم إيش هنعمل. طيب دحين وصلنا للفتحة اللي هي الوسط، اللي هي 8 سلاسل كانت في الدور السابق. هذه إيش هنعمل؟ هنرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وحنعمل في نفس الفتحة حشو. بعد كده هنرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4، وحنعمل عمود لفة في نفس الفتحة. عمود لفة في نفس الفتحة. بعد كده هنرتفع سلسلتين، 1 2، وحنعمل في نفس الفتحة كمان عمود لفة تاني. بعدها هنرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4، وحنعمل حشو في نفس الفتحة كمان. بعدها هنرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وحنروح للفتحة اللي بعدها هنعمل فيها حشو. هنرتفع 5 سلاسل، 2 3 4 5، وحنروح للفتحة اللي بعدها ونعمل حشو. نرتفع 5 سلاسل، نروح للفتحة اللي بعدها ونعمل حشو. هنستمر بهذه الطريقة إلين النهاية. هنرتفع 5 سلاسل ونعمل حشو، نرتفع 5 سلاسل ونعمل حشو. طيب دحين جينا لآخر الدور. هنرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وحنيجي الفتحة الأخيرة ونعمل فيها حشو. هنرتفع كمان 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وحنعمل في آخر حاجة واحدة حشو عمود لفة. في نفس الغرزة الأخيرة هنعمل حشو عمود لفة. كده انتهينا من هذا الدور. هتكون عدد الفتحات طبعا غير هذه الثلاثة اللي في الوسط، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 فتحة، 17 فتحة في الجهتين. لازم تركزوا نهاية الدور كيف حتكون تكفيل الدور وكيف بداية الدور عشان لا يختلف عندك العدد. لازم تركزوا انه يكون المجموع في الجهة هذه نفس الجهة الثانية عشان لا تضطري تتعبي وفي النهاية حتلاحظي انه في شيء عندك ناقص وتضطري انك انت تفرط الشغل. طيب الدور اللي بعده هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، هنقلب الشغل. هتعملي حشو في اول غرزة اللي هي هذه، هنعمل حشو. بعد كده هنرتفع 3 سلاسل، عفوا بعدها ايوه هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، هنعمل حشو. بعدها هنرتفع كمان 3 سلاسل وهتعملي في الفتحة اللي بعدها حشو. هترتفع 3 سلاسل تعملي في الفتحة اللي بعدها حشو. تعملي حشو، ترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، تروحي الفتحة اللي بعدها وتعملي حشو. ترتفعي 3 سلاسل، تروحي الفتحة اللي بعدها وتعملي حشو. ترتفعي 3 سلاسل، تروحي الفتحة اللي بعدها وتعملي حشو. هتستمري بهذه الطريقة، ترتفعي 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل حشو، إلين
ما توصلي لهذه الفتحات الثلاثة هرجع وأوريكم إيش هنعمل. طيب أنا دحين وصلت للثلاثة فتحات، هذه اللي في الوسط الوسطانية، هأجي أرتفع ثلاثة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة، وهأجي لأول فتحة وهأعمل فيها حشو. بعد كده هأرتفع أربع سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهأروح للفتحة اللي في الوسط هذه وهأعمل فيها عمود لفة. بعد كده هأرتفع سلسلتين وأعمل كمان في نفس الفتحة اللي هي هذه الوسط هعمل فيها عمود لفة. بعد كده هأرتفع أربع سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هأروح للفتحة اللي بعدها هعمل فيها حشو. كده هيصير عندي الشكل. بعد كده هارتفع ثلاثة سلاسل، هاروح للفتحة اللي بعدها وأعمل فيها حشو، وارتفع ثلاثة سلاسل وأروح للي بعدها وأعمل حشو، ارتفع ثلاثة سلاسل وأروح للي بعدها وأعمل حشو، ارتفع ثلاثة سلاسل أروح للي بعدها وأعمل حشو. هستمر بهذه الطريقة نفس الجهة الأولى اللي عملناها، هرتفع ثلاثة سلاسل وحشو، ثلاثة سلاسل وحشو، ثلاثة سلاسل وحشو إلى النهاية. طيب دحين جينا للنهاية الفتحة الأخيرة، هرتفع ثلاثة سلاسل وأعمل حشو في آخر فتحة، بعدين كمان هرتفع ثلاثة سلاسل وأعمل آخر حاجة في الغرزة الأخيرة هذه، هعمل حشو عمود لفة، هعمل في نفس الغرزة حشو وعمود لفة. كده أنا غلقت هذا الدور. حيصير عندي عدد الفتحات في هذا الدور طبعا غير هذه الفتحة اللي في الوسط هذه غيرها، حعد من هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر فتحة. طيب الدور اللي بعده هنرتفع ثلاثة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة، هنقلب الشغل، هنعمل في أول غرزة هنعمل عمود لفة، بعدها هنرتفع سلسلة وحنعمل في الغرزة اللي بعدها على طول عمود لفة، هنرتفع سلسلة، هنيجي الآن في نفس الفتحة هذه هنعمل عمود لفة، هنرتفع سلسلة، هنروح للعمود للحشو هذا وحنعمل فوقه عمود لفة، نرتفع سلسلة، هنروح للفتحة اللي بعدها ونعمل فيها عمود لفة، نرتفع سلسلة، هنروح للحشو نعمل فيها عمود لفة، نرتفع سلسلة، نروح للفتحة ونعمل فيها عمود لفة، نرتفع سلسلة، نروح للحشو ونعمل فوقها عمود لفة. هنستمر بهذه الطريقة، سلسلة وفي الفتحة عمود لفة، سلسلة وفوق الحشو هنعمل عمود لفة، هنوصل إلين الوسط وحرجع أوريكم إيش هنعمل. طيب دحين وصلنا هذه الثلاثة فتحات الوسطانية، هذه الوسط وهذه الفتحة اليمينها وشمالها. طيب هأجي دحين طبعا آخر اللي قبلها عمود لفة، بعد كده ارتفعت سلسلة وهأعمل في الفتحة هذه هأعمل عمود لفة، بعدها هأرتفع سلسلة وعلى طول هأروح للفتحة هذه اللي في الوسط وهأعمل فيها عمودين لفة، سلسلتين عمودين، هذا عمود
هذا عمود، هرتفع سلسلتين واعمل كمان في نفس الفتحة اللي هي الوسط هذه، هعمل عمودين. هذا عمود، هذا عمود، شفتوا؟ يعني هذه الفتحة الوسط اللي قبلها عملت فيها عمود لفة، وبعدين على طول رحت للفتحة هذه وعملت عمودين سلسلتين عمودين. بعد كده هأروح لهذه الفتحة وهعمل فيها عمود لفة، عفوا قبلها هترتفع السلسلة، هتروح للفتحة وتعملي عمود لفة، بعدها هترتفع السلسلة وحتروحي للحشو تعملي فوقها عمود لفة، ترتفع السلسلة تروحي للفتحة تعملي فيها عمود لفة. هتكرري اللي عملناه في الجهة هذه، هترتفع السلسلة وتعملي فوق الحشو عمود لفة، ترتفع السلسلة وتعملي جوة كل فتحة عمود لفة، وهكذا إلى نهاية الدور. طيب دحين جينا للفتحة الأخيرة في النهاية، شايفينها هذه، ارتفعت سلسلة وحاجي وأعمل في نفس الفتحة عمود لفة، بعد كده حترتفعي سلسلة وحتعملي في آخر غرزة اللي هي هذه الأخيرة حتعملي 2 عمود لفة، هذا واحد وكمان عمود ثاني. كده احنا انهينا هذا الدور، هيكون عندك عدد الفتحات طبعا غير فتحة الوسط هذه، هيكون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 غير فتحة الوسط. طبعا هذا الأمام وهذا الخلف. طيب الدور اللي بعده حنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، حنقلب الشغل، حنعمل في أول غرزة 2 عمود لفة، 1 2، بعد كده حنروح للغرزة اللي بعدها ونعمل فيها حشو، عمود لفة. هنيجي الآن للفتحة هذه ونعمل فيها عمود لفة، هنروح للعمود اللي بعده هذا ونعمل فوقه عمود لفة، هنروح للفتحة هذه ونعمل داخلها عمود لفة، هنروح للعمود هذا ونعمل فوقه عمود لفة، نروح للفتحة ونعمل عمود داخلها عمود لفة، نروح فوق العمود ونعمل عمود لفة. هتستمر بهذه الطريقة، يعني فوق كل عمود هنعمل عمود، جوة كل فتحة هنعمل عمود. هأوصل معكم إلى هنا الزاوية اللي هي في الوسط وهأرجع أوريكم إيش هنعمل. طيب أنا هنا وصلت الوسط، الفتحة الوسط، طبعا قبلها في عمودين حتعملي فوق كل عمود عمود، هذا العمود وهذا العمود الثاني، حتيجي بنفس الفتحة حتعملي داخلها عمودين سلسلتين عمودين، يعني حنعمل صدفة، هذا عمود كمان عمود ثاني سلسلتين وعمودين في نفس الفتحة. بعد كده حنرجع ونعمل عمود عمود فوق كل عمود عمود، وجوة كل فتحة حنعمل عمود، هنكمل بهذه الطريقة لين نهاية الدور. طيب احنا كده وصلنا للنهاية، آخر عمودين اللي هو عمود الارتفاع 3 سلاسل واللي قبله، هأجي وأعمل في اللي قبله عمود لفة، هأجي لآخر حاجة اللي هو
العمود حق الثلاثة سلاسل الارتفاع وأعمل في نفس العمود ثلاثة عمود لفة. هعمل في نفس العمود في نفس الثلاثة سلاسل راح أعمل ثلاثة عمود لفة. كده أنا غلقت هذا الدور. شايفين الشغل زي ما قلت لكم شدي كده يرخخ معاك وياخد الشكل الصحيح للشعر. طيب احنا دحين حنكرر الدور اللي بعده حيكون تكرار للدور اللي هو حق الاكسات اللي كنا نعمل فيه اللي نتخطى فيه غرزة ونعمل في اللي بعدها وبعدين نرجع ونعمل في الغرزة اللي قبلها اللي هو شكل الاكسات اللي عملناه في الادوار السابقة اللي هو تكرار هذا الدور. شايفين اللي هو هذا الدور حق الاكسات هذا. طبعا هتبدأي تعملي هذا الدور حق الإكسات وبعدها هتكرري هذا الدور وهذا الدور وهذا الدور وهكذا حيتكرر الأدوار. فأنتي بعد هذا الدور هتعملي دور الإكسات وحتكرري نفس الأدوار اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها إلين ما يكبر معاك الشال. وحنعمل نحن تقريبا شوفوا أنا هأحسب حسب هذه المجاميع هعد لكم هي كم مجموعة اللي هي هذه. شوفوا هذه أول مجموعة. طيب بعد كده هذه الثانية هذه الثالثة اللي هي هذه هنحسب منها ثلاثة وهذه الرابعة والأخيرة. طبعا حيكون الانتهاء في النهاية الأطراف خلاص حتكون حتنهي الدور باللي هو الدور حق العواميد اللفة الأمامية. شايفين حيكون هذا نهاية الأطراف خلاص. فأنا عملت أربعة مجاميع زي هذه هنا هذه واحد هذه اثنين هذه ثلاثة وأنهيت خلاص الشال في النهاية اللي هي الرابعة. حيكون نهاية الدور حق الشال دور العواميد لفة الأمامية إلين هنا خلاص حتوقفي. وبكده الحمد لله غلقنا عمل الشال. إن شاء الله تكون الورشة عجبتكم وسهلة والشرح واضح. إذا عجبكم الشرح لا تنسوا الإعجاب. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.